El CMOS gates, I'll show you, let me. The CMOS gates, as one seen, ايه الحاجه الاساسيه اللي بتخلي اي سي موس جيت في الدنيا بتطلع في اوتبوت هاي بفي دي دي وفي اوتبوت لوب 0 فولت؟ يعني ايه الفيتشر الرئيسيه لو جينا رسمنا كتبنا التروث تيبل بتاع الجيت دي؟ ايه الفيتشر او ايه الحاجه اللي بتخلي في اوتبوت هاي بتساوي في دي دي وفي اوتبوت لوب بتساوي 0؟ ان الكرنت بزيرو، صح؟ الكرنت بزيرو في جميع الروز بتاعت التروث تيبل، فكون ان الكرنت بزيرو هو ده اللي بيخلي لي الفي اوت هاي والفي اوت لو طالعين ايديال. لو بصيت كده على المنظر ده اللي شفناه المره اللي فاتت هتلاقي انه علشان يبقى في اوت هاي والفي دي دي وفي اوت لو بزيرو لازم يبقى في باث مفتوح من الاوتبوت للجراوند او من الاوتبوت للسبلاي، لكن مش الاثنين مع بعض. لان لو في باث مفتوح من الاوتبوت للجراوند ومن الاوتبوت للسبلاي يبقى ده معناه ان في باث مفتوح من السبلاي للجراوند، وده معناه ان هيحصل فولتج ديفايدر. ما هو انا لو نزلتها مش هيبقى عندي السبوره، السبوره اهم، هي دي المشكله. فلو عندي انا ما اعرفش بقى ده في ايدي ولا لا، هشوف كده. مش شايف حاجة هنا بتعمل بايبس. طيب بصوا، تعالوا نعمل ميدل جراوند. ف في الكيس اللي على اليمين دي هتلاقي ان في باث مفتوح من السبلاي للجراوند، ده معناه دي سي كارنت ماشي، والدي سي كارنت ده هيعمل فولتج ديفايدر ما بين الريزيستنس اللي هنا والريزيستنس اللي هنا ويطلع لي القيمه في النص. فالصح هو انه لما يبقى في باث مفتوح للجراوند يبقى في اوبن سيركت من فوق، والعكس صحيح. ايه اللي بيضمن ايه في الفلوسفي بتاعت الديزاين بتاعت السي موس اللي بيضمن ان الاوبن سيركتس دي بتتعمل؟ complementary connections، صح؟ مش ان البارلل تحت يبقى قصاده السيريز فوق والعكس صحيح، هو ده اللي بيعمل لي الاوبن سيركتس اللي من النوع ده. فالحته اللي ناقصه عندنا هي حته كبيره قوي اللي هي حته الديلاي، يعني اللي ناقص في الكونفرسيشن دي كلها هو الديلاي، وهو ده الحقيقه الجزء الاكبر من المناقشه بتاعت السيموس. فعشان نبتدي نديفلوب موديل للديلاي، الموديل اللي احنا هنعمل له ديفلوبمنت هيبقى موديل بسيط الى حد ما، ولكن او موديل بسيط جدا يعني نقدر نستخدمه بسهوله، ولكن لازم نبقى اوير برضو بالليميتيشنز بتاعت الموديل ده. فعشان نبقى اوير بالليميتيشنز لازم نبقى عارفين هو جاي منين. الاكزامبل او الحاجه اللي هندرايف منها الموديل هي الاكزامبل اللي مرسوم هنا ده، اللي هو فيه اثنين انفرترز ورا بعض. انفرتر 2 اللي انا حاططها هنا دي محطوطه بس عشان تبقى لود على انفرتر 1. فانا بحسب الديلي على انفرتر 1 مش على انفرتر 2، تمام؟ فخليني كده ارفع البتاع دي عشان ابتدي ارسم. يبقى تاني انا عندي اثنين انفرترز، والتارجت انفرتر بتاعي هو انفرتر 1، يعني انفرتر 2 مش محطوطه غير علشان تبقى لود على انفرتر 1. فعلشان ما نتوهش من بعض هنليبل كل حاجه كليرلي، ده ام ان 1 ام بي 1 ام ان 2 ام بي 2 وده في انبوت وده في اوت. النود اللي هنا دي ما تهمنيش في حاجه لاني باصص على انفرتر 2 از لود بس. بداية كده النقطة اللي هنا دي فيها كاباسيتنس هنسميه سي لود. كاباسيتنس ده جاي منين هنشوف بالتفصيل دلوقتي، ولكن مبدئيا انتوا عارفين انه اتليست شايفين الكاباسيتور بتاع ده والكاباسيتور بتاع ده جيت كاباسيتنس. في هنا كاباسيتنس، افرض انه في انبوت كانت داخلة ب 0 فولت بقالها فترة طويلة. ففي انبوت كانت ب 0 فولت لفترة، في اوتبوت هتبقى بكام؟
ده سي موس انفرتر، ففي اوتبوت تبقى كام لما في انبوت يبقى ب 0 فولت في دي دي. والايكويفالنت سيركت هتبقى عباره عن انه الان موس ده مش شغال والبي موس ده شغال، فبالتالي ام بي 1 هيبقى اون لان عليه هنا 0 فولت، واعمل لي في دي دي عند الاوتبوت نود لان في هنا اوبن سيركت فمفيش كارنت ماشي. طب والكاباستور ده مش ممكن يكون ساحب كارنت؟ انا بقول ان انا بقالي فتره طويله في انبوت ب 0 فولت، يعني انا في الستادي ستيت. في الستادي ستيت كل الكاباستورز تبقى اوبن سيركت، فالكاباستور ده كانه اوبن سيركت يعني. تمام؟ جه هنا وفجاه في انبوت طلع في دي دي، فعند النقطه اللي هنا دي هيحصل ايه بقى في اوتبوت؟ تعال نشوف الايكويفالنت سيركت عند النقطه دي هتتحول لايه. الفي انبوت طلعت من 0 فولت لفي دي دي، فبالتالي بي البي موس ام بي 1 هيقفل، والان موس ام ان 1 هيبقى اون لانه هيبقى فجاه عندي هنا في دي دي. لكن ام ان 1 كمان على نقطه الفي اوتبوت هنا شايف عند النقطه دي في دي دي، ففي هنا في دي دي. تمام؟ خليني اضغط دي بس شويه لفوق. دلوقتي الان موس ده في انهي ريجن اوف اوبريشن؟ ساتوريشن، لان الدرين عند في دي دي والجيت عند في دي دي. هيمشي فيه كارنت ولا مش هيمشي؟ لازم يمشي. الكارنت ده بكي على 2 في في دي دي ماينس في ثريشولد اول سكوير. فلما يمشي في ده كارنت، الكارنت ده هيعمل ايه في الكاباستور ده؟ هيدشارجه، مش كده؟ لان في هنا تشارج، وانا عارف منين ان في هنا تشارج لان الفولتج هنا في دي دي. حتى قيمه التشارج ده بكام؟ سي ال في دي دي، مش كده؟ كيو بتساوي سي في في. المهم ان ده يمشي كارنت ويبتدي يعمل ايه في الكاباستور ده؟ يعمل له ديسشارج. فلو قلت الكارنت اللي ماشي في الكاباستور اللي هو اي سي، وجيت بصيت عليه قبل الترانزيشن كان الكارنت بكام؟ زيرو دي سي، فمفيش كارنت في الكاباستور. عند ما حصل الترانزيشن هيبقى في جامب هنا ويمشي كارنت. كويس؟ الكارنت ده يعمل ايه في اوتبوت؟ هينزلها، مش كده؟ لانه بيفرغ الكاباستور فهينزلها. وفي اوتبوت بتنزل، الكارنت ده هينزل معاها ولا هيفضل ثابت؟ هيفضل ثابت. ليه هيفضل ثابت؟ لان البي موس، لان الان موس ده في الساتوريشن، وفي اوتبوت بالنسبه له هي الدرين فولتج، فبالتالي هو مش ديبندنت على الفي اوتبوت، فبالتالي ده هيفضل ثابت كده لغايه لما في اوتبوت توصل لفين بقى؟ في دي دي ماينس في ثلاثة، صح؟ ساعتها هيطلع الان موس ده من الساتوريشن ويخش في الاوميك، وساعتها هيبتدي الكارنت ينزل. مش معنى كده ان الفولتج هيبطل ينزل، الفولتج برضه هيفضل ينزل، لكن معاه الكارنت بينزل لغايه ما نوصل لستيدي ستيت جديده. عند الستيدي ستيت الجديده دي هيبقى الوضع عامل ازاي؟ ستيدي ستيت يبقى الكاباستور اوبن سيركت. في الستيدي ستيت الجديده هيبقى الان موس اوميك، النقطه دي اوبن سيركت، الفولتج هنا 0 فولت، الراجل ده في الديب ترايود، وهو ده اللي هيتحقق من الكيرفيندو. طيب النزله بتاعه الفولتج هل هي لينير ولا نون لينير؟ الكرنت فولتج ايكويشن بتاعه الكاباستور هي اي بيساوي سي دي في باي دي تي. اللي يقول لي ده بينزل لينير ولا نون لينير هو دي في باي دي تي. لو دي في باي دي تي كونستنت يبقى ده بينزل لينير. تمام؟ فالكرنت هيبقى كونستنت في الحته دي لانه ساتوريشن كرنت، يبقى في الحته دي هو لينير وفي الحته دي نون لينير. بسيطه. تمام؟ طيب جينا حصل الترانزيشن العكسي هنا وراح في ان نزل للجراوند فجاه، فهننقل من الحته دي لايكويفالنت سيركت فيها الان موس ده قفل والبي موس فتح فجاه. لما البي موس هيفتح فجاه هيلاقي على الدرين بتاعه 0 فولت، فلازم يمشي كارنت.
الكرنت ده الاتجاه بتاعه كده بيشحن، مش زي اللي كان ماشي هنا بيفرغ. فلو جيت ارسم الكرنت ده المفروض ارسمه في الاتجاه العكسي هنا. البي موس هيبتدي وهو في الساتوريشن وهيفضل في الساتوريشن لغايه لما نوصل هنا لابسولوت فاليو في ثريشولد بي، فهيفضل الكرنت كونستنت لغايه النقطه دي، تمام؟ لغايه سوري النقطه دي. اول ما نوصل النقطه دي الكرنت هيبتدي يقل كقيمه يعني، ورايح ناحيه الزيرو، ومعاه الفولتج هيفضل يزيد ورايح ناحيه ايه؟ في دي دي، لغايه لما نوصل لستيدي ستيت جديده اللي هي انهي ستيدي ستيت؟ اللي هي دي، صح؟ اللي ابتدينا منها. ففين هنا الديلاي؟ ما بين ايه وايه يعني؟ يعني الديلاي انتوا عارفين ان هو نتيجه ان ده خد وقت على ما نزل وده خد وقت على ما طلع، صح كده؟ بس ندفاين الديلاي ان هو ايه؟ لما يبقى عندك جيت كده وبتقول الديلاي بتاعها ب 3 نانو سكند، فانت مش قصدك الاوتبوت ده بيعلى في قد ايه ولا الانبوت بينزل في قد ايه. دي حاجه اسمها رايز تايم وفول تايم. الديلاي هنا هو حاجه اسمها بروباجيشن ديلاي، 3 نانو سكند دي انا اقصد بيها الانبوت ده لما يتغير الاوتبوت ياخد وقت قد ايه على ما يتغير هو كمان. فالديلاي المفروض ان هو علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت، ده البروباجيشن ديلاي، صح؟ فهما بيديفاينوا البروباجيشن ديلاي ان هو علاقه ما بين الانبوت سيجنال والاوتبوت سيجنال. فلو بصيتوا على الكيرف اللي هنا ده، ادي ده الانبوت جراف وده الاوتبوت جراف. فانا ممكن اختار نقطه الزيرو مع نقطه ال 100%، نقطه ال 100 مع نقطه الزيرو في الاوتبوت، ايا كان هتختار ايه مع ايه وتقيس المسافه ما بينهم في التايم، هي دي الديلاي اللي بنسميه بروباجيشن ديلاي، الوقت اللي بتاخده السيجنال على ما تبروباجيت جوه الجيت. ولكن هو باي ديفينيشن احنا بنختار بروباجيشن ديلاي يبقى ما بين نقطه ال 50% على الانبوت ونقطه ال 50% على الاوتبوت. السبب في كده هو ان نقطه الزيرو وال 100% في الاوتبوت سيجنال هيبقوا فيري بروبلماتيك لان هم بيحصلوا عند تايم ايكوالز انفينيتي. فاحنا بنختار نقطه ال 50% هنا مع نقطه ال 50% هنا. يبقى ناخد بالنا ان البروباجيشن ديلاي هو علاقه ما بين الانبوت سيجنال والاوتبوت سيجنال، مش الشاربنس بتاع اي واحده فيهم، تمام؟ وبندفاين تو بروباجيشن ديلايز، الهاي تو لو، دي اسمها تي بي هاي لو، مش باينه خالص انا عارف، ودي اسمها تي بي لو هاي. يبقى بنميز ما بين هاي تو لو ولو تو هاي، اللي بيميز ما بينهم هو الترانزيشن في مين، في الانبوت ولا في الاوتبوت؟ في الاوتبوت. يبقى اللي بيقول ده هاي تو لو ترانزيشن ولا لو تو هاي ترانزيشن هو الاوتبوت، تمام كده؟ لو بصيتوا على الجراف اللي هنا ده، الفرق ما بينه وما بين ده هو ان احنا بنأسيوم ان الانبوت سيجنال ايديال، يعني الرايز تايم بتاعها بزيرو والفول تايم بتاعها بزيرو، ودي الكيس اللي احنا هناخدها معانا في بقيه الكورس، فلازم نفهم دي هتفرق في ايه عن دي. الفرق الوحيد ما بين دي ودي هي ان نقطه الزيرو بيرسنت وال 50% وال 100% في الانبوت سيجنال هي نفس النقطه، وفي نفس الوقت هي نقطة ال 100% في الاوتبوت، تمام؟ فبالتالي الفرق ما بين ال 50% في الانبوت وال 50% في الاوتبوت هو الفرق ما بين ال 100% في الاوتبوت وال 50% في الاوتبوت. ده مش لانه احنا بنديفاين هنا البروباجيشن ديلاي على انه علاقة على الاوتبوت سيجنال، لكن لان احنا مفترضين نقطة ال 100% في الاوتبوت هي نقطة ال 50% في الانبوت نتيجة ان الانبوت ايديال. يبقى هتلاقيني في لحظه من اللحظات بحسب البروباجيشن ديلاي على ان هو الوقت اللي خدته الاوتبوت سيجنال على ما نزلت من 100 ل 50%، على الرغم من ان المفروض انها ما بين ال 50 وال 50، لكن السبب في كده هو ان احنا مفترضين ان الانبوت سيجنال جايه ايديالي شارب، وبالتالي نقطه ال 50% بتاعتها هي نقطه ال 100% للاوتبوت، تمام؟ طيب ارجعوا بصوا بقى على الرسمتين اللي هنا دول. انا هنا عندي الان موس ده بيدشارج الكاباسيتور والبي موس ده بيتشارج الكاباسيتور. لو انا جيت وطلبت منك انك
تمثل لي الحاجتين دول باستخدام السيركت ثيوري بتاعت سنه اولى. يعني حط ايكويفالنت سيركت زي بتاعت سنه اولى. وخلينا نبتدي بدي. فهتبقى ايه؟ السيركت دي عباره عن ايه؟ يعني في كاباسيتنس وفي ايه كمان معاها؟ ريزيستنس. اللي هي الريزيستنس بتاعت مين هنا؟ بي موس ده مش كده؟ فسميها ار بي. وفي هنا الفي دي دي. تمام كده؟ وهنا هيبقى عندي الكاباستور والريزيستنس بتاعت الان موس ار ان. واضح وده هيبان بعد كده في الايكويشنز ان الفرق الوحيد ما بين هنا وهنا في الريزيستنس. الكاباسيتنس اللي بملاها وفراغها هي هي في الحالتين، وده اللي هيظهر لي في الحل بعد كده. فعايزين نحل، تعال نحل دي زي ما كنتوا بتحلوها في سنه اولى، تعالوا نحل دي كده ونشوف حلها هيطلع شكله عامل ازاي. انا عايز اكتب الايكويشن اللي بحلها عشان اطلع في اوتبوت هنا. ف ما كانش عندك في اولى غير كي في ال وكي سي ال، فتعالى نكتب كي سي ال هنا كده. كي سي ال ده هيبقى ايه؟ كي سي ال هنا هيبقى ايه؟ الكرنت اللي فوق يساوي الكرنت تحت، الكرنت فوق بكام؟ على ار يساوي ايه؟ الكرنت بتاع الكاباسيتور، اكتبه ازاي ده؟ صح، سي دي في اوت باي دي تي. طيب الفولتج ده بفي دي دي زي ما انا كاتبه كده. هو لو ده في دي دي، فين الانبوت بتاع السيركت دي؟ فين الانبوت؟ ده الاوت، فين الانبوت؟ ها؟ معلومة الانبوت صح ماشي، بس شاور لي على نود وقول لي هي دي الانبوت. الفي دي دي مش كده؟ الفي دي دي ده دي سي. لو ده كان الانبوت يبقى في اوتبوت بكام؟ الفي دي دي صح؟ فالانبوت مش الفي دي دي، الانبوت زي ما الباشمهندس قال معلومه انه الفي دي 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 جت فجاه. امال هي كانت بايه قبل كده؟ يعني قبل ما الترانزيشن ده يحصل كانت الفي دي دي اللي هنا كانت مين؟ كانت الجراوند صح كده؟ فالمفروض يعني ستريكتلي سبيكينج كده ان انا ما اكتبش ده في دي دي، امال اكتبه في دي دي مضروب في ايه؟ يو صح كده؟ يعني الفكره هنا اللي مضايق ده ومخلي فيه كده ان دي كانت زيرو وفجاه بقت في دي دي، اللي هي بنعبر عنها ماثيماتيكالي بانها ستيب صح كده؟ ومحدش يفتكر ان الفي دي اللي هنا والزيرو اللي هنا هم جايين من الانبوت سيجنال، لا دول الجراوند اللي كان ان موس حاططها بقت فجاه الفي دي دي البي موس حاططها. المهم ان الايكويشن اهي فعلا هي دي، ودي فيرست اوردر ايكويشن حلها اهو موجود فوق ده. الحل اللي فوق ده لو احنا هناخده ونشتغل بيه بعد كده هيبقى مؤذي جدا بالنسبه لنا لانه نون لينير ومش هيبقى هيلفول بالنسبه لاي حد، يعني محدش فينا هيتبسط بيه خالص. لانه كمان هيوقف لنا الدنيا في ان احنا ندرس ايه تاثير السايزز بتاعت الترانزستورز على الديلي، يعني هو ده اللي يهمني لما اغير احجام الحاجات دي الديلي بيتغير ازاي؟ فانا مش عايز اقعد اضيع وقتي مع اكسبوننشال ايكويشن بالمنظر ده. فلو مسكنا الستيب ريسبونس اللي فوق ده وبصينا عليه هتلاقي انه ما فيهوش غير اثنين بارامترز في دي دي وتاو. تمام؟ وده شكله عامل ازاي؟ في دي دي في واحد ناقص اي باور ماينس تي على تاو ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ عن تي بيساوي زيرو هيبقى بيساوي زيرو، وعن تي بيساوي انفينيتي هيبقى بيساوي في دي دي. فهيبقى شكله عامل كده. اللي احنا كنا لسه راسمينه دلوقتي. تمام؟ طيب يعني الفي دي دي اللي بره دي هي ايه؟ فاينل فاليو صح كده، دي الفاينل فاليو. التاو دي كونستنت لو دايمنشنز اوف تايم علشان يطير مع التايم اللي فوق ده، وده كله دايمنشنز.
وبنسميه التايم كونستنت. يبقى التاو ده بيتحكم في ايه هنا؟ ما بيغيرش الفاينل فاليو، انما بيغير ايه؟ السرعه، صح؟ فلو كان التاو اقل هتلاقي شكله عامل كده، يبقى كده تاو ديكريزز. لو كان التاو اكبر هتلاقي شكله ولا، بس هو لازم يبقى رايح لنفس الفاينل فاليو، فهنا تاو انكريزز. وده زي ما اخدته في الكنترول، الريسبونس بتاع اي فيرست اوردر سيستم لازم يبقى شكله عامل كده، الستيب ريسبونس. مش هيبقى اي حاجه غير كده يعني. اسيمبتوتيك بيقرب من فاينل فاليو. ليه ده يا جماعه فيرست اوردر سيستم؟ ليه ده بمنتهى الوضوح فيرست اوردر سيستم؟ ما فيهوش غير كاباستور واحد، صح؟ انما لو كان في اندكتور مثلا مع الكاباستور ده كان هيبقى سكند اوردر سيستم. وساعتها كنت هتقلق بقى من حاجات لطيفه جدا زي ايه؟ الاوفر شوت والرينجنج والاوسيليشن وحاجات حلوه كده، صح؟ لان يبقى في واحد بيستور انرجي في شكل وواحد بيستور انرجي في شكل تاني. الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده هنا. فبالتالي البارامتر الوحيد اللي انا ببص عليه فعلا هو التاو. كويس؟ وزي ما هو واضح من الايكويشن اللي هنا، تاو بتساوي ار في سي. فهو كل اللي انا محتاج اعمله هو ان انا احسب ار في سي عشان اقدر احسب تاو. في ابروكسيميشن لطيف جدا بيقول انه من نقطه ال 0% لنقطه ال 50% في الجراف ده، التايم ده بيساوي ابروكسيمتلي 0.69 تاو. ابروكسيميشن، وابروكسيميشن تقيل يعني الايرور فيه كبير، لكن احنا هنقبله. فبالتالي لما اجي اقول تي بي هاي لو بيساوي كام؟ وتي بي لو هاي بيساوي كام؟ في انفرتر 1. كل اللي هفكر فيه هو ار اللي انا بحسبها وسي اللي انا بحسبها هي بتاعت مين؟ فهيبقى 0.69 في 0.69. السي هات لسه هنشوف نحسبها ازاي بالتفصيل. بس وانا بعمل تي بي هاي لو على الاوتبوت بتاع انفرتر 1، يبقى مين الار اللي داخل هنا؟ ار بي 1 ولا ار ان 1 ولا ار بي 2 ولا ار ان 2؟ ار ان 1، لانه الكاباستور ده عشان يدسشارج لازم يدسشارج من خلال الان موس ده، اللي هو اللي كان بيحصل هنا، اللي هو اللي كان بيحصل هنا. فهتبقى دي ار ان 1، ودي طبيعي انها تبقى ار بي 1. تمام؟ ولكن ودايما هنلاقي ان لما يبقى عندي ترانزيشن من هاي تو لو، الريزيستنس اللي انا بضرب فيها هي ريزيستنس بتاعت ان موس ترانزستورز، لانه دايما الكاباستور عشان يقدر يدسشارج لازم يدسشارج من خلال بول داون نتورك معموله من ان موس. لما اجي احسب تي بي لو هاي لازم اكون بضرب في بي موس ريزيستنس، لانه لازم اللي بيديني اكسس للسبلاي يكون بول اب نتورك فيها بي موسز، فده طبيعي. يبقى اللي احنا عايزين نعمله هنا هو ان احنا نحسب الكاباستنسز والريزيستنسز اللي داخله في الليله دي، اللي هي الكاباستنسز والريزيستنسز بتاعت الموسفت. والاهم من ان احنا نحسب الكاباستنس والريزيستنس ان احنا نعرف الجماعه دول بيتصرفوا ازاي لما السايزز تتغير، لما السبلاي يتغير وهكذا. فهنبتدي بالكاباستنس لانه سهل. سي ال اللي هنا ده، انت شايف انهي كاباستنسز عندك هنا؟ شايف جيت كاباستنس، صح؟ بتاعت مين؟ سي جي ان 2 وسي جي بي 2. فشايف جيت كاباستنس من الراجل ده ومن الراجل ده. وشايف كمان الدرين ترمينال بتاع ده والدرين ترمينال بتاع ده. فلو في درين كاباستنس يبقى لازم احسب سي دي ان 1 وسي دي بي 1. وده هنلاقيه دايما موجود، ان انا دايما الجيت كاباستنس بيظهر لي بان وبي، والدرين كاباستنس بيظهر لي بان وبي. دي طبيعه الايه؟ السي موس. لانه الانبوتس بتخش على ان موس وبي موس، فلازم الجيت كاباستنس تظهر بالنسختين. ولانه الاوتبوت نود بتبقى شايفه بي موس وان موس على الكومن درين اللي هنا ده، فطبيعي يظهر لي اثنين. كمان هنلاقي دايما انه
الجيت كاباسيتنسز جايه منين والدرين كاباسيتنسز جايه منين. اللي موجود هنا ده هنلاقيه دايما موجود. الجيت كاباسيتنسز جايه منين؟ من اكسترنال جيت، من الجيت اللي بعدي، والدرين كاباسيتنس جايه مني في نفسي. طيب لو الانفرتر دي كانت ان لودد الديلي بتاعها كان هيبقى بزيرو؟ لا. ليه؟ لان الدرين كاباسيتنس موجوده. فدي اول حاجه نستنتجها، ان الناس دي حتى لو ان لودد عليها ديلي نتيجه ان الدرين بتاعها بيحط سيلف لودنج. بس خلينا نشوف الكاباسيتنسز دي بتتحسب ازاي الاول. شيء يعني اسهل حاجه او شيء طبيعي انكم عارفين ان الجيت كاباسيتنس الاكسبريشن بتاعها بكام. سي جيت الاكسبريشن بتاعها هو ايه؟ سي اوكسايد في دبليو في ال، صح؟ الجيت كاباسيتنس هي سي اوكسايد في دبليو في ال. فبالتالي سي جي ان 2 هتبقى سي جيت سي اوكسايد في دبليو ان 2 في ال ان 2 وهكذا. تمام؟ فدي اسهل واحده نقدر نحسبها. الدرين كاباسيتنس بقى، لو بصيت على الدرين بتاع الموسفيت ده، فين الكاباسيتنس بتاعت الدرين ده؟ ما بين الدرين والبادي، صح؟ وفين الانسوليتور اللي ما بينهم؟ ده بي تايب وده ان تايب. فين الانسوليتور ما بين الاثنين دول؟ ديبليشن ريجن بتاعت ريفرس بايس بي ان جنكشن، صح كده؟ فادي هنا كاباسيتنس اهي ما بين الدرين والبادي. طيب اذا كانت دي حسبتها جيت كاباسيتنس بير يونت اريا مضروبه في الاريا، فهنقول ان هو فور ذا تكنولوجي برضه هيديفاين درين كاباسيتنس بير يونت اريا، هنسميها سي جي، يبقى دي درين كاب بير يونت اريا. وعشان نحسب الدرين كاباسيتنس توتال هنضرب في الدرين اريا، في الاريا بتاعت البليت بتاعت الدرين مع البادي. الاريا بتاعت البليت دي بكام؟ الاكسبريشن بتاعها ايه؟ الاريا بتاعت الدرين بكام؟ اضرب في دبليو ولا ما اضربش؟ اضرب في دبليو اهو، واضرب في ايه كمان؟ في ده. ده ال، لا ده ال درين اللي هو عرض الدرين اللي مرسوم في اللاي اوت. قال لي فين؟ قال لي هنا، صح؟ فكان الجيت كاباسيتنس طبيعي ان هو يبقى دبليو في ال، ده هنا هيبقى دبليو في ال درين. كويس؟ ال درين دي ديفاين باي ذا تكنولوجي برضو، وما هياش ايكوال لال، مش بالضروره تبقى ايكوال لال يعني. فادي الاكسبريشن بتاع الدرين كاباسيتنس والاكسبريشن بتاع الجيت كاباسيتنس، وهنشوف بعد شويه ازاي نفكهم على ان 1 وبي 1 وان 2 وبي 2 والحاجات دي. انما نيجي بقى للريزيستنس ار ان 1 وار بي 1. مشكله الريزيستنس مشكله، تعالوا نمسك البي موس ده. مشكله الريزيستنس بتاعت البي موس ده ايه بقى؟ انها نون لينير. نون لينير ريزيستنس معناها ايه؟ معناها ان قيمه الريزيستنس فانكشن في الفولتج اللي عليها. ده معنى نون لينير ريزيستنس، انك لازم تقول لي الفولتج هنا بكام عشان اقول لك الريزيستنس بكام. وكل ما الفولتج دي تتغير كل ما الريزيستنس دي تتغير. تمام؟ لكن انا عايز فاليو، عايز فاليو احطها هنا واعمل لها بلوجنج ان. فلو انا عندي ريزيستنس تتغير في رينج السويتشنج اللي انا بعمله وعايز فاليو، احسن حاجه ممكن اعملها ان نحسب ايه؟ افريج، مش كده؟ يبقى نحسب الار بتاعت البي موس او الان موس ايا كان عند فاليو معينه الفي اوت، وبعدين عايزين نحسب الافريج فاليو بقى مش عند الفاليو المعينه دي لكن على رينج السويتشنج كله. فهنعمل ايه؟ تحسب افريج ازاي؟ تنتجريت، صح؟ على رينج السويتشنج. لو ده بي موس يبقى الاوتبوت بيسويتش من فين لفين؟ احنا قلنا من 0 ل 50%. ده كان هيبتدي من فين وينتهي فين؟ عن 0 فولت وينتهي عن في دي دي على 2. تمام؟ ده كده مش الافريج، ده كده الانتجريشن. عشان اجيب الافريج هعمل ايه؟
هقسم على بيدي ديالو. هو ده اللي هنعمله. ادي نفس الكلام ده بس معمول للان موس. في اوت على اي عند نقطة معينة. وبعدين بنحسب بنفك الاي. وبعدين بنعمل انتجريشن. بس هنا عاملين انتجريشن من في دي دي لفي دي دي على الاثنين. لانه الان موس بيفرغ مش بيشحن. وقسمنا على ماينس في دي دي اوفر 2 علشان الفي فاينل في دي دي اوفر 2 والفي انيشال بفي دي دي. فالدلتا في بماينس في دي دي اوفر 2. فهيطلع لي اهم حاجه هي النتيجه اللي في الاخر دي اللي هي مش باينه خالص. فانا هكتبها تحت تاني ان ار ايكويفالنت بيساوي 3 على 4 في في دي دي على الساتوريشن كارنت. يبقى دي اهم حاجه هنا الفاينل ريزلت اللي موجود هنا. يبقى دي الثلاثه اكسبريشنز بتوع الكاباسيتنس درين وجيت وبتاعت الريزستنس. اتفضلي يا فندم. علشان انت لو اخدتي الورست كيس اللي هي اقل كارنت يعني ما هي اقل ريزستنس هي اقل كارنت. مش هتفرق يعني هتطلع. بصي اهم حاجه في الاخر انه هيطلع انفرسلي بروبورشنال للساتوريشن كارنت. كل اللي هيفرق مع ان انت تعملي كده الكونستنت اللي بره ده بكام. ده مش هيفرق معايا في حاجه. كل الديبندنسز هتطلع هي يعني. المهم هنا يا جماعه اهم حاجه خالص هي الجماعه دول بيأثروا على الديلي ازاي لما دبليو ال يزيد. فبصوا معايا كده على سي جيت وقولوا لي لما دبليو تزيد ولما ال تزيد يحصل ال سي جيت. مفيش تريك خالص. لما دبليو تزيد سي جيت بتزيد ولما ال بتزيد سي جيت بتزيد. طيب سي درين تزيد ولا حاجه مش كده؟ اندبندنت. طب ار ار نفك الاي عشان يطلع لي الدبليو والال صح كده؟ فهيطلع حاجات كتير وتحت دبليو على ال. فيبقى لما دبليو تزيد ار تقل ولما ال تزيد ار تزيد. تمام؟ والديلاي بروبورشنال لار وبروبورشنال لسي. اللي هنا ده بيقول لي حاجه مهمه جدا على ال. بيقول لي ايه على ال؟ بيقول لي ان كل الترانزستورز لازم ال بتاعها يبقى هو ال مينيمم بتاع التكنولوجي. لان مفيش اي حد خالص بيستفاد من ان ال تزيد. يعني لو بس الجدول ده او الديلي بس هو اللي يهمني يبقى هل في اي استفاده من زياده اللينث؟ خالص. زياده اللينث معناها كاباسيتنس زياده لان البليتس بتكبر ومعناها ريزيستنس زياده لان طول الشانل بيكبر منطقي. فبالتالي يبقى ال لازم تبقى دايما ال مينيمم. ده المنطقي هنا. انما في كونفرسيشن عن دبليو يعني دبليو ممكن نتكلم فيها لانه الريزيستنس بتقل كل ما الدبليو تزيد وده منطقي. عرض الشانل بيزيد فعرض الريزيستنس يزيد يعني كروس سكشن بيزيد. او منطق اخر كل ما الدبليو تزيد كل ما الكرنت يزيد كل ما الريزيستنس تقل. لكن زياده الدبليو بتزود الكاباسيتنس وده وحش. فهل ازود الدبليو ده هيطير مع ده ومش هستفاد حاجه ولا لا؟ ما نعرفش لسه هنتناقش. بس المهم ان في هنا مناقشه. هنا ما فيش هنا مناقشه. اي ترانزستور الال بتاعته لازم تبقى ال مينيمم والا يبقى انت بتحط اريا زياده علشان تاخد ريزيستنس زياده وكاباسيتنس زياده. يعني زياده الال بتزود لك الديلي كوادراتيك لانه بتخش في الريزيستنس وفي الكاباسيتنس. تمام؟ طيب لو انا جبت ترانزستور ان موس الدبليو على الاقل بتاعته بواحد السي جيت بتاعته هتبقى بكام؟ في حد ممكن يقول لي دي سي اوكسايد في دبليو سكوير وحد يقول لي دي سي اوكسايد في ال سكوير. الاثنين غلط.
السي جي بتاعته بكام؟ سي اوكسيد في ال مينيمم سكوير، صح؟ لان هي سي اوكسيد في ال سكوير، وانا عارف ان ال بكام؟ ب ال مينيمم، مش محتاج حد يقول لي، تمام؟ فلما انا اقول لك ان ال دبليو على ال بتاع الترانزستور ده بواحد، انا مش بقول لك ان الويت يساوي اللينث بس، انا بقول لك ان الويت يساوي اللينث يساوي ال مينيمم، لان انت عارف ان ال بتساوي ال مينيمم، تمام؟ سي درين هتبقى بتساوي سي جي في ال مينيمم في ال درين، و ار بتساوي ايه؟ بتساوي 3 على 4 في في دي دي، في هنا الاثنين بتاعت النص بتاعت الاي سات، وتحت الاي سات نيو ان سي اوكسيد دبليو على ال بواحد، ويفضل لي هنا في دي دي ناقص في ثريشولد سكوير. كويس كده؟ هسمي ده سي جي نوت، وهسمي ده سي دي نوت، وهسمي ده ار نوت. نوت دي ترمز لايه؟ ترمز لان ده ترانزستور للدبليو على ال بتاعته بواحد. ده مش بس الترانزستور للدبليو على ال بتاعته بواحد، ده ايه؟ ده اصغر ترانزستور نقدر نعمله في التكنولوجي دي، لان ال L وال W بتوعه ب L مينيمم، فبنسميه اليونت ترانزستور، تمام؟ فيبقى ال CG نوت وال CD نوت وال R نوت دول defined by the technology، لانه جزء منهم هيبقى physical constants وجزء منهم هيبقى البروسيس هي اللي بتعمله definition، لانه ال L الالمينيمم دي ديفايند باي ذا تكنولوجي. فالثلاثه دول تقدر تعتبرهم جيفن لو زيهم زي الفي ثريشولد وزي النيو وزي السي اوكسايد والحاجات دي، لان مفيش اي حاجه فيهم محتاج ان انا اعرف السايز بتاع الترانزستور فيه. لو انا بقى عندي ترانزستور الدبليو على الاقل بتاعته مش بواحد، باي حاجه، باربعه، بعشره، باي حاجه، يبقى السي جي بتاعته ان ترمز اوف المينيموم سايز ترانزستور هتبقى بكام؟ تعالوا نعملها هنا. ده راجل الدبليو على الاقل بتاعته باي حاجه. السي جي بتاعته هتبقى بتساوي سي اوكسيد في دبليو في ال. يبقى سي جي على سي جي نوت هتبقى بتساوي سي اوكسيد في دبليو في ال على سي اوكسيد في ال مينيموم سكوير. وتعالوا نشطب اللي نقدر نشطبه مع بعض، في حاجة تتشطب هنا؟ الال هتروح مع واحدة من ال مينيموم، مش كده؟ لأنه الال بتساوي ال مينيموم. طيب الال مينيموم اللي تحت دي مش هي الال بتاعت الراجل ده برضو؟ فأقدر أشيل من هنا المينيموم، وأقدر أشيل السي أوكسيد والسي أوكسيد. فبالتالي السي جيت بتاعت الراجل ده بتساوي سي جي نوت مضروبه في الاسبكت ريشيو بتاعه اللي هو السايز بتاعه. يبقى مش في الويت ولا في اللينث ولا في اي حاجه، في يونتلس نمبر اللي هو الاسبكت ريشيو بتاع ده. يبقى لو ده الدبليو على الاقل بتاعته باربعه، يبقى السي جيت بتاعته هي اربع اضعاف بتاعت اليونت انفرتر. طب يا ترى التريك دي هتنفع مع الدرين كاباسيتنس؟ نجرب. سي دي نوت ده اللي هنا سي جي دبليو ال درين على سي جي ال مينيموم ال درين. سي جي هتروح مع سي جي، ال درين هتروح مع ال درين، ويفضل لي دبليو على ال مينيموم اللي هي ايه؟ دبليو على ال. فيبقى سي درين يساوي سي درين نوت في دبليو على ال. طيب الار، ار على ار نوت. ار نوت هي كل الحدوته دي، فهنسمي كل الحدوته دي اي حاجه نسميها ساي، ماشي؟ فهنحط ساي، وفوق هنحط الريزيستنس بتاعت ار. فالريزيستنس بتاعت ار هتبقى هي نفس الايكويشن دي، بس الفرق بس ان في تحت ايه؟ دبليو على ال، صح؟ فيبقى في ساي بس تحت في دبليو على ال، فده هيروح مع ده، يبقى ار بيساوي ار نوت على دبليو على ال. يبقى انا اقدر اجيب الريزيستنس والكاباسيتنس بتاعت اي ترانزستور جيفن المينيمم سايز
ترانزستور كاباسيتنس وريزيستنس وجيفن السايز بتاع الترانزستور ده. عاده هما بيدونا فاليوز للان موس وللبي موس، فيقول لك سي جي ان نوت وسي جي بي نوت، سي دي ان نوت وسي دي بي نوت. كتير بيبقوا دول قد بعض، ده قد ده وده قد ده، لانه ما فيش حاجه تدعو يعني ان الكاباسيتنسز تبقى مختلفه كتير. وبيديك ار ان نوت وار بي نوت، دول عمرهم ما هيبقوا قد بعض. ليه؟ عشان ميو ان وميو بي. الحقيقه في علاقه ما بينهم، ار ان نوت بتساوي نص ار بي نوت، صح؟ هو ما فيش اصلا فرق في الايكويشن غير ادي في دي دي وتحت ميو ان سي اوكسايد في دي دي ماينس في ثريشولد الكل سكوير، والثانيه في دي دي على ميو بي سي اوكسايد. فالميوهات ظاهره تحت. فالريزستنس بتاعت المينيمم سايز ان موس هي نص الريزستنس بتاعت المينيمم سايز بي موس، لانه المينيمم سايز ان موس يقدر يدي ضعف الكرنت اللي المينيمم سايز بي موس يقدر يديه. او بمعنى اخر الريزستنس بتاعت اي ان موس ترانزستور هي نص الريزستنس بتاعت البي موس ترانزستور اللي حجمه قده. تمام؟ طيب تعالوا نبص على الديلي ايكويشن اللي فوق دي ونحاول نكتبها ان ترمز اوف السي جي ان نوت والسي جي بي نوت والحاجات دي كلها. تعالوا كده نكتب تي بي هاي لو هتساوي 0.69 ار ان 1. ار ان 1 هو الريزستنس بتاع ده، هتبقى بتساوي ار ان نوت على دبليو على ال ان 1. والكاباسيتنسز اللي جوه اللي في السي ال هي اللي هنا دي سي جي ان 2 هتبقى سي جي ان نوت سي جي ان نوت ار في W2 على في W على L N2 زائد CGP نوت في W على L P2 زائد CDN نوت في W على L N1 زائد CDP نوت في W على L P1 ونقفل. TP low high هتساوي 0.69 في ار بي نوت على دبليو على ال بي 1 في نفس البراكت ده زي ما هو. الريزيستنس اللي بره دايما تبقى ريزيستنس بتاعت الستيج اللي انا فيه، يعني هاي تو لو هتبقى ان موست ريزيستنس، لان لازم حد بيدي سكه للجراوند وانا اللي بدي سكه للجراوند مش اللي بعد. تمام؟ ودي هتبقى ار بي 1 بتاعت ده اللي يقدر يشحن مش اللي بعده، ولازم يبقى بي موس. لو انا عايز تي بي هاي لو تساوي تي بي لو هاي هعمل ايه؟ او ايه الفرق الاساسي ما بينهم؟ الفرق مش جاي من السي، صح؟ هي نفس السي ال، الفرق جاي من ار. فعلشان تي بي هاي لو، لو انت عايز تي بي هاي لو تساوي تي بي لو هاي، يبقى لازم ار ان 1 تساوي ار بي 1 و ار ان 1 بتساوي ار ان نوت على دبليو على ال ان 1 و ار بي 1 بتساوي ار بي نوت على دبليو على ال بي 1. فبالتالي يبقى دبليو على ال بي 1 يساوي ار ان نوت سوري ار بي نوت على ار ان نوت في دبليو على ال ان 1، وده يساوي كام؟ واحد على نص اللي هو 2، فتبقى 2 في دبليو على ال ان 1. وكان ممكن نستنتج كده من غير ما نعمل الحدوته دي كلها، علشان البي موس يبقى له نفس الريزيستنس بتاعت الان موس لازم حجمه يبقى ضعف الان موس عشان يعوض اللوس اوف موبيليتي بتاعت الهولز قصاد الايه؟ قصاد الالكترونز. تمام؟ طيب خلي دي مرسومة كده مكتوبة كده، وتعالوا نكتب فاندو حد بيسأل. تعالوا نكتب التايم كونستنت تاو هاي تو لو مثلا
بيساوي ار ان 1 في سي جي ان 2 بلس سي جي بي 2 بلس ار ان 1 في سي دي ان 1 بلس سي دي بي 1. خلوا بالكم ان لو ما حطيتش بره ال 0.69 يبقى ده تايم كونستنت، لو حطيته يبقى ده بروباجيشن ديلاي. تمام؟ فانا هنا فكيت الايكويشن بس وحطيتها اثنين تيرمز. الحته الاولانيه دي اسميها ايه والحته الثانيه دي اسميها ايه؟ لو كانت الانفرتر واحد انلودد كان هيبقى التايم كونستنت بتاعها هيساوي ايه؟ كان هيبقى بيساوي الترم الثاني ده بس، لان دول هيبقوا اصفار. صح كده؟ فاقدر اسمي ده تاو انترنال او تاو انترنسك او تاو سيلف. ولو كانت ديلايز كنت هسميه سيلف ديلاي او انترنسك ديلاي او انترنال ديلاي. وبالتالي ده الاكسترنسك او الاكسترنال تايم كونستنت ومجموعهم يساوي التوتال تايم كونستنت. واللي ينطبق على الهاي تو لو هو اللي ينطبق على اللو تو هاي بريبليسنج بس الار ان 1 بار بي 1. يبقى لو كانت الجيت دي انلودد كان هيبقى التايم كونستنت بتاعها بكام؟ بتاعه انترنال صح؟ يبقى لما تجيب جيت وتحطها لوحدها هيبقى لها ديلي ولا مش هيبقى لها؟ هيبقى لها ديلي اللي هو الانترنسك ديلي. يبقى حتى لو الجيت ما عليهاش اكسترنال لود في ديلي برضه نتيجه الدرين لودنج اللي الجيت تحطه على نفسها. يجي هنا سؤال بقى، ما احنا قلنا الدبليو لما بتزيد الار بتقل والكاباسيتنس بتزيد، فعايزين نعرف لو السايز بتاعت انفرتر 1 increases by ratio k هيحصل ايه للديلي؟ اولا انا اقصد ايه بالسايز increases by ratio k؟ اقصد ان الدبليو على الز كلها اتضربت في k، ده اتضرب في كي وده اتضرب في كي، لو ده كان واحد وده اتنين ده هيبقى كي وده اتنين كي، لو ده كان اتنين وده اربعة هيبقى اتنين كي واربعة كي. مش ان دبليو على الاقل اتضرب، مش دبليو لوحدها اتضربت ولا الدبليو على الاقل اتضرب في كي. تمام؟ وبس، ما قلناش اي حاجة تانية، ما قلناش حاجة، ما قلناش اي معلومة عن انفرتر 2. فده معناه ان انفرتر 2 ما زادش حجمه. هيحصل ايه للتاو؟ التوتال. بصوا معايا كده، الار هيحصل لها ايه لما ازود الدبليو على الاقل بريشو كي؟ هتقل بنفس الريشو، فبالتالي ار هتتقسم على كي. سي جي ان 2 سي جي بي 2 هيحصل لهم ايه لما ازود بريشو كي؟ هيفضلوا زي ما هم، لاني قلت مين اللي زاد بريشو كي؟ انفرتر 1 صح كده؟ فده يفضل زي ما هو وده يفضل زي ما هو. في الترم الثاني ار على كي وده هيزيد بريشو كي وده هيزيد بريشو كي. يبقى ده هيحصل له ايه على بعضه؟ هيفضل زي ما هو مش كده؟ فبالتالي لو ده كان تاو انترنال هيفضل ده تاو انترنال، لكن لو ده كان ده تاو اكسترنال يبقى ده هيبقى ايه؟ تاو اكسترنال على كي. متفقين؟ طيب ده بيقول لي معلومة مهمة جدا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي أولا إن أنت لو بتلعب في السايز بتاع جيت، يعني الكلام ده ينطبق على الانفرترز هنلاقيه بينطبق على الجيتس بالظبط بعد كده، لو بتلعب في السايز بتاع جيت فأنت ليك فلور، يعني زود ال السايز بتاع الجيت زي ما انت عايز، لكن انت ليك فلور من تحت. بمعنى ان انفرتر 1 لو السايز بتاعها كان انفينيتي التايم كونستنت بتاعها بزيرو، لو انفرتر 1 حطيت السايز بتاعها بانفينيتي التايم كونستنت بتاعها هيبقى بزيرو؟ لا مش هيبقى بزيرو، هيبقى بكام؟ بتاعه انترنال صح كده؟ فمعنى كده ان اي جيت في الدنيا ليها فلور من تحت، الديلي بتاعها ما يقدرش يقل عنها حتى لو السايز كان ايه، والفلور ده هو الانترنسك ديلي بتاعها.
تمام؟ فدي أول معلومة. تاني معلومة هي إيه تاو انترنسك دي؟ أو إيه تي انترنسك؟ أشوفها إمتى يعني ممكن أقيسها لو لو عملت إيه؟ لو حطيتها انلودد، صح كده؟ طيب. أحطها انلودد والسايز بتاعها بكام عشان أقيس الانترنسك ديلاي؟ أي حاجة، صح. دي نتيجة مهمة جدا. الانترنسك ديلاي مش فانكشن في السايز. لأنه كي بتروح. فالانفرتر اللي السايز بتاعها 1 و 2 ليها نفس الانترنسك ديلاي الانفرتر اللي السايز بتاعها 1000 و 2000 و 500 و 1000 كلهم نفس الانترنسك ديلاي. وده هنشوفه بعد كده في الجيتس. لما اجي اقول لك انا عايز الانترنسك ديلاي بتاع 5 انبوت ناند جيت تقدر تجيبه. مش لازم اقول لك السايز بتاعها كام. كفايه انها 5 انبوت ناند جيت تقدر تحسب الانترنسك ديلاي بتاعها بكام. تحسبه ازاي؟ هتعملها سايزنج بايه عشان تحسبه؟ باي حاجه. اي حاجه، النتيجه اللي هتطلع لك هي هي. تمام؟ فيبقى الانترنسك ديلاي او سيلف ديلاي فانكشن بس في الاركيتكتشر، في تركيبه الترانزستورز مع بعض عامله ازاي، انما ما هوش فانكشن خالص في السايز. كويس كده؟ طيب كده ثوت اكسرسايز يعني. لو الاريا ملهاش ثمن عندي، يعني انا ما بدفعش فلوس في الاريا خالص، الديلاي هي الحاجه الوحيده اللي تفرق معايا، انفرتر 1 هتختار ان السايز بتاعها هيبقى بكام؟ بانفينيتي، صح؟ او يعني ناخد الشيب كلها، صح؟ ما الاريا مش ببلاش، فهحط بانفينيتي، صح كده؟ وعشان اوصل للديلاي بكام؟ بالانترنسك ديلاي، صح كده؟ ماشي. فلو انا عايز مينيمايز الديلاي احط دي السايز بتاعها بانفينيتي. مشكله ان دي في قبلها حد، فهي الاوتبوت كاباسيتنس بتاع اللي قبلها. فلو دي زودت الاريا بتاعتها بريشيو كي، اللي قبلها الديلاي بتاعه هيزيد من خلال انهي كومبوننت؟ الاكسترنال مش الانترنال، مش الانترنسك بتاعه، الاكسترنس بتاعه هيزيد. علشان يرجع اللي قبلها ده للديلاي الاصلي بتاعه هيعمل ايه في السايز بتاعه؟ يزوده بريشيو ايه؟ كي برضه. فيزود بريشيو كي يقوم يعمل ايه في اللي قبله؟ يزوده، يقوم اللي قبله يعمل ايه؟ يزيد هو كمان بريشيو كي. هنلاقي نفسنا ابتدينا من اول التشين وصلنا لاخرها، كل الناس زادت بريشيو كي عشان يحتفظوا بايه؟ بنفس الديلاي. فمعنى كده ان احنا غلطانين ان احنا نقول للجيت دي فكري في نفسك. لو دي اوبتمايزيشن بروبلم مش المفروض انه التارجت بتاعي يبقى ان انا مينيمايز الديلاي بتاع الدي، ما التارجت المفروض يبقى مينيمايز الديلاي بتاع ايه؟ التشين. وده اللي هنشوفه بعد كده. بس عشان نقدر نمينيمايز الديلاي بتاع التشين لازم نفكر في جيت لوحدها الاول. طيب تاني سؤال، ايه الديبندنس بتاع الديلاي على السبلاي؟ لو زودت السبلاي يحصل ايه للديلاي؟ هو بدون تفكير كده لو زودت السبلاي الديلاي هيقل، وهيقل بروبورشن. بس بالتفكير بقى، فين السبلاي هنا؟ في الريزيستنس مش في الكاباسيتنس. اوكي؟ هو ممكن يكون مش ظاهر لي، بس هو مش ظاهر لي عشان انا مش فاكك الناس دي. اقعد فك دول براحتك مش هتلاقي فيهم سبلاي، انما اول ما تفك ريزيستنس انها ار ان نوت على دبليو على ال، وبعدين ار ان نوت دي تفكها 3 على 4 في في دي دي على اي سات، واي سات نفسها فيها في دي دي ناقص في ثريشولد لكل سكوير في شويه حاجات. الديبندنس على السبلاي بينها، يبقى الديلي ريزيستنس انفرسلي بروبورشنال مع السبلاي، والديلي دايركتلي بروبورشنال مع ريزيستنس، يبقى الديلي انفرسلي بروبورشنال مع السبلاي. كويس؟ امتى يبقى بيرفكتلي انفرسلي بروبورشنال مع السبلاي؟ لو السبلاي ماله اكبر بكتير من في ثريشولد، بحيث يبقى في دي دي سكوير وفي دي دي تبقى واحد على في دي دي. بس فير انف يعني ان هو بيقل مع السبلاي، ده منطقي. طيب ايه الثمن اللي بدفعه لما السبلاي بيعلى؟ هل بدفع ثمن في النويز مارجنز؟ لا، ده حلو للنويز مارجنز.
بدفع ثمن في ايه بقى؟ باور. اوكي، بدفع ثمن في الباور، وثمن مش هين، ثمن تقيل قوي في الباور. طب هو فين الباور؟ احنا قلنا انه السي موس ما فيهوش باور، مفيهوش ستاتيك باور، في دايناميك باور. فين الدايناميك باور؟ هو موجود هنا على فكره على الرسمه دي لو انتوا شايفين. استنى لما انزل البتاع ده، ظاهر هنا وظاهر هنا، صح؟ في الرسمه اللي في النص، في اللي في النص دي، هو انا بشحن الكاباسيتور، سحب الكرنت من السبلاي، والكرنت ده بيعدي في ايه؟ في الموسفت، والموسفت ده الشانل بتاعته فيها ريزيستنس، كرنت ماشي في ريزيستنس يعني باور ديسيبيشن. ونفس الحكايه هنا، وانا بديسشارج ده الكرنت ده ماشي في ان موس شانل، ان موس شانل ليها ريزيستنس كرنت، في ريزيستنس يبقى باور، ما فيهاش حل دي. فممكن يكون مفيش باور في الستيدي ستيت، انما وانت بتشحن وانت بتفرغ في كارنت ماشي في ريزيستورز، فالكارنت ده بيعمل لي باور ديسيبيشن. كويس؟ طيب تعالوا نحسبه. نبتدي الاول بتاع البي موس لانه الطف كتير. فانا وانا بتشارج الكاباستور كنت بسحب كارنت من السبلاي علشان احط تشارج على الكاباسيتور. مع الاسف وانا بمشي الكرنت ده عشان اشحن الكاباسيتور مشي في الترانزستور. فانا ماشي في الترانزستور عمل لي ايه؟ عمل لي باور ديسيبيشن، صح؟ اقل باور ديسيبيشن في الترانزستور ده ازاي؟ باني اقل الريزيستنس بتاعه، صح؟ وتقليل الريزيستنس بزياده الدبليو، زياده الدبليو هتزود الكاباسيتنس، فما هياش سهله يعني. بس ده الاساس ان ازود السايز بتاع الترانزستور ده. طيب قولوا لي كده، كنا بنحسب الحسبه اللي حسبنا منها الباور قبل كده كانت انه باور سبلاي يساوي ايه بقى من سنه اولى؟ باور ديسيبيتد، صح؟ مش كده؟ غلط. في الرسمه دي الباور سبلاي ما بيساويش باور ديسيبيتد لان في كاباستور. فالباور اللي انا بسحبه من السبلاي ده مش شرط كله يكون بيتحرق في الموسفت، في جزء منه ممكن يكون رايح للكاباستور. الكاباستور بيعمل فيه ايه؟ بيحرقه، بيستوره، مش كده؟ فده بلس بي ستور. انا بسحب باور من السبلاي، شويه منهم هيتحرقوا في الراجل ده وشويه منهم هيبقوا ستورد في الراجل ده. انا نفسي يا ريت لو كلهم يبقوا ستورد يعني، بس ايه، حصل ظروف ان هو لازم حته منهم هتتحل. فعايزين نعرف الحته دي قد ايه؟ كبيره ولا صغيره ولا نصها ولا تلتها ولا ايه؟ طيب قولوا لي كده الباور المسحوبه من السبلاي بكام؟ الباور المسحوبه من السبلاي الاكسبريشن بتاعها ايه؟ اي في في دي، دي الباور اللي في اي حته في الدنيا اي في في، مش كده؟ فاي المسحوبه من السبلاي هي اي في في دي دي. اي دي اللي هي بتاعت مين؟ الموسفت شانل والسبلاي والكاباستور، ما التلاته سيريز مع بعض، ماشي؟ فدي اي بتاعت الكاباستور برضو يعني، مفيش حاجه. والبي ديسيبيتد انا مش عارفها، هي دي اللي عايز احسبها. طب الباور الستورد على الكاباستور الاكسبريشن بتاعها ايه؟ باور في اي حاجه في الدنيا ستورد او ديسيبيتد او اي حاجه في الكتريك فيلد او في ماجنتيك فيلد هي ايه؟ اي في في. فيبقى الباور اللي في الكاباستور ده بكام؟ اي سي، بس الفي اللي على الكاباستور هي مين؟ في اوت، صح. تمام؟ طيب مشكلتي هنا هي ايه؟ ان في اوت ده فاريبل بيتغير من زيرو لفي دي دي. فالباور اللي تقدر تحسبها هي انستانتينيوس باور. فنقدر نعمل ايه بدل ما نحسب الانستانتينيوس باور؟ مش افريج باور بقى، نحسب التوتال باور اللي اتسحبت في عمليه الشحن كلها. ما فيش حاجه اسمها توتال باور. توتال ايه بقى؟ انرجي، صح كده؟ يبقى انا احسب التوتال انرجي اللي اتسحبت من السبلاي وانا بشحن الكاباسيتور. عشان اجيب الانرجي من الباور بعمل ايه؟
انتجريت صح؟ انتجريت with respect to time الراجل ده والراجل ده والراجل ده. ده لما انتجريت with respect to time يطلع لي ايه؟ الانرجي اللي ديسيبيتد في مين بقى تحديدا هنا؟ في ام بي 1 صح كده؟ فين في ام بي 1؟ في البادي ولا الدرين ولا السورس ولا الجيت؟ في الشانل. تمام كده؟ طيب الليمتس بتاعت الانتجريشن هنا من فين لفين؟ هبتدي عن تايم ايكوال 0 وهدي له وقته بقى عشان الوقت ما يبقاش ايه فاكتور في الحدوته دي خالص، فهدي له وقت لغايه فين؟ لغايه ما يعوز لغايه انفينيتي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل عند انفينيتي. ماشي؟ طيب يبقى اي ديسيبيتد هي دي اللي عرفنا نتصرف فيها يعني، تعالوا نشوف الباقيين. طيب الكرنت بتاع الكاباستور الاكسبريشن بتاعه ايه؟ سي دي في باي دي تي، انهي في اللي هي في الدي في؟ في اوت. يبقى ده هيبقى انتجريشن من 0 لانفينيتي، سي نطلعها بره، دي في اوت بوت باي دي تي، وهنا في في اوت بوت وهنا في دي تي. اكسبريشن معكوك عايزين ننضفه شويه بس نشوف الناحيه الثانيه. الكاباستور كارنت لسه قايلين سي دي في باي دي تي، فيبقى عندي هنا سي من 0 لانفينيتي دي في اوت بوت باي دي تي في في دي دي في دي تي. ننضف الدنيا شويه، نطلع الفي دي دي بره فيبقى سي في دي دي، والاقي هنا ايه؟ دي تي راحت مع دي تي، فغيرت الفاريبل بتاع الانتجريشن. انتوا عارفين لما اغير الفاريبل بتاع الانتجريشن لازم اغير الليمت واحتمال يبقى فيه جاكوبيان. هنا ما فيش جاكوبيان الحمد لله، بس هنغير ايه؟ الليمتس اوف انتجريشن. لما التايم كان بزيرو الفولتج الفي اوت هنا كان بكام؟ زيرو. انا ببتدي التشارجنج معاه بفولتج بزيرو. لما التايم وصل لانفينيتي الفي اوت وصلت لكام؟ في دي دي يساوي اي ديسيبيتد في ام بي 1 زائد سي، ده هيروح مع ده ويبقى من زيرو لفي دي دي في اوت دي في اوت. هنا هيطلع لي سي في دي دي سكوير، وهنا هيفضل عندي اي ديسيبيتد في ام بي 1 ويطلع لي من هنا سي في اوت سكوير على الاثنين، اعوض بالليمتس يطلع لي سي في دي دي سكوير على الاثنين. يبقى الانرجي اللي ديسيبيتد في ام بي 1 بتساوي سي في دي سكوير على 2. يبقى انا سحبت من السبلاي سي في دي سكوير، نصهم طاروا في المصفت هو البي موس في الحاله دي، ونصهم ما طاروش، هم موجودين فين؟ على الكاباستور. تمام كده؟ الكلام ده حصل نتيجه ترانزيشن في الفي انبوت من فين لفين؟ في الفي انبوت، ترانزيشن في الفي انبوت من فين لفين؟ لا من 1 ل 0 صح؟ لان البي موس هو اللي تيرن دون، فهنا في انبوت نزلت من 1 ل 0 والبي موس تيرن دون وشحن سي ال من هو ده بعد من 0 ل 1. كويس كده؟ طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الترانزيشن الثاني من 0 ل 1. الان موس هو اللي هيفتح وهيقوم يديسشارج الكاباستور. كويس كده؟ اللي هي مش باينه خالص، اللي هي دي. فهنا الان موس هيفرغ الكاباستور. في اوت هتنتهي بكام في الاخر؟ بزيرو. لما في اوت تبقى بزيرو عن تايم ايكوال انفينيتي، الانرجي اللي على الكاباستور هتبقى بكام؟ بزيرو. طب هو الكاباستور كان مبتدي بانرجي بكام؟ سي في دي سكوير على الاثنين. فين دي في الحدوته اللي هنا؟ اللي هي دي صح كده؟ دي كانت على الكاباستور. بعد ما الان موس فرغه خالص دي ما بقتش موجوده على الكاباستور، يبقى دي راحت فين؟ في الان موس، ما راحتش في الجراوند، مش حاجه اسمها باور راحت في الجراوند.
السي في دي سكوير دي راحت للان موس في نص السايكل الثاني. يبقى انا سحبت السي في دي سكوير من السبلاي، عملت فيها ايه كلها بنهايه السايكل على بعضها؟ حرقتها كلها، نصها في البي موس ونصها في الان موس. يعني ده معناه ان لو الان موس والبي موس كانت الريزيستنس بتاعتهم بزيرو، كنت هحرق باور قد ايه؟ مفيش. واسحب باور من السبلاي بقد ايه؟ مفيش. انت ايه اللي يخليك تسحب باور من السبلاي؟ ان احرقهم في الريزيستنس، مفيش اي سبب تاني. اوكي؟ لو الكاباسيتنس لوحدها هي اللي موجوده مش هتسحب كارنت من السبلاي اصلا. هتشارج انستنتينيوسلي ومش هتسحب كارنت من السبلاي ومش هيبقى فيه باور اساسا مسحوبه من السبلاي والبطاريه عمرها ما هتفضل. تمام؟ بمعنى اخر انا اول ما كنت اشوف ان في سي في دي سكوير اتسحب من السبلاي كان ممكن اقول لك ان دول بنهايه السايكل لازم يكونوا كلهم راحوا في ريزيستورز. ما ينفعش في نهايه السايكل يبقى في حته منهم باقيه على الكاباسيتور. خلي بالك لو كنت انتهيت هنا بان في حته باقيه على الكاباسيتور ده كان هيبقى معناه ايه؟ يعني معناه اني ما وصلتش لزيرو، صح؟ اني وقفت هنا ورجعت عملت تشارج بعدها هنا، مش كده؟ لكن كونك انك وصلت لزيرو معناها ان الكاباسيتور خلاص ما عليهوش انرجي. فانا متاكد ان اللي اتسحب من السبلاي كله راح، مفيش حاجه هتفضل في نهايه السايكل دي. اللي انا حسبتهم دول انرجيز، انرجي في الان موس وانرجي في البي موس. انا مش عايز احسب انرجي، انا عايز احسب باور. فعشان احسب باور افريج باور اي حاجه هعمل ايه في الانرجي؟ سمع على تايم. فتعالوا هنا نفترض حاجه على البتاع دي. تعالوا نفترض انها بيريودك سكوير سيجنال والبيريود بتاعتها تي كابيتال، يعني زي ما تكون كلوك كده. يبقى من اول ما الترانزيشن ده حصل لغايه قبل على طول ما ترانزيشن زيه يحصل فات تي كابيتال. في التي كابيتال دي طار قد ايه انرجي؟ سي في دي سكوير كامله، نصها راح هنا ونصها راح هنا. تمام؟ فيبقى الباور بكام؟ نساوي الانرجي اللي هي سي في دي سكوير على التايم اللي الانرجي دي طارت فيه اللي هو تي اللي هي سي في دي سكوير اف. واحد على تي هو اف. تمام؟ الايكويشن دي بس في شويه حاجات ناخد بالنا منها فيها. اولا انه انت لما كنت بتيجي تقول ان الباور اللي مسحوبه الباور ديسيبيشن في اي سيركت عاديه تقول انها بكذا، الباور دي كانت كونتينوس باور ستاتيك باور مسحوبه طول الوقت. الباور دي افريج باور، لكن بتحصل فين؟ الباور ديسيبيشن نفسه بيحصل فين؟ حتت ضيقه جدا، بيحصل هنا وبيحصل هنا. تمام؟ فالبيك باور اعلى بكتير من القيمه دي، مش كده ولا ايه؟ يعني البيك باور اللي مسحوب هنا والبيك باور اللي مسحوب هنا اعلى بكتير من الافرج ده، لان الافرج ده مفروض على فتره طويله ممكن يكون الانستنتينيوس باور فيها بزيرو. لكن اون ذا اذر هاند بقى في اسامبشن هنا في ان انا بضرب في اف. الاسامبشن ده هو انه الانفرتر دي كان الانبوت بتاعها سكوير ويف كلوك. مفيش انفرتر في الدنيا هيبقى داخل عليها سكوير ويف، يعني لانه السكوير ويف مش شايله انفورميشن. مش هتاخدوا انفورميشن ثيوري في الكوميونيكيشنز؟ عارف ان انت لو عندك انسرتينتي يبقى عندك انفورميشن، ما عندكش انسرتينتي يبقى مفيش انفورميشن. الكلوك ما فيهاش انسرتينتي لانك عارف البيريود بتاعتها وعارف الفيز بتاعتها، فخلاص تقدر تعرف اللي جاي واحد ولا زيرو. المفاجاه كلها بتبقى انك تشوف السايكل الجايه جايه لك واحد ولا زيرو. فما اقدرش افترض ان ده كل سايكل هيبقى فيه ترانزيشن. فمعنى كده ان الفاليو اللي احنا طلعناها دي المفروض احط هنا less than or equal ولا greater than equal؟ less than or equal، ده السيلينج، ده اعلى باور ديسيبيشن هيحصل لما يكون كل سايكل بيحصل ترانزيشن على الانبوت بتاع الانفرتر دي. فالمفروض ان الاكسبريشن ده الحقيقه يبقى مضروب هنا في فاكتور اسمه الفا، والفا ده less than or equal 1. وبيعبر عن ايه الفا؟
برسنتج من السايكلز اللي بيحصل فيها ترانزيشن، صح؟ يعني لو مثلا كانت الكلوك شكلها عامل كده، والراجل ده اون افريج كل 3 سايكلز ممكن يعمل ترانزيشن، تبقى الفا بتد 30%، فهيبقى الباور اقل بكتير من الفاليو اللي احنا طلعناها دي. تمام؟ طيب الباور دي طايره فين يا جماعه؟ تاني الباور دي طايره فين؟ في الان موس والبي موس، صح؟ ايكوال، وبغض النظر هم سايزد ازاي هتطير فيهم ايكوال، كويس؟ لكن فين الفاليو بتاعت الريزيستنس بتاعت الان موس والبي موس؟ هل ظاهره اكسبلسيتلي هنا؟ مش هتلاقيها ظاهره اكسبلسيتلي، وظاهر فيها هنا كاباسيتنس. فمعرفش اكيد انتوا لا يعني، بس في ناس بتتلخبط وتفتكر ان الباور دي طايره في الكاباسيتنس، مفيش حاجه اسمها باور تطير في الكاباسيتنس، مش كده؟ هي طالعه كده في الايكويشن بس، لان الباور رايحه في الموسفيتس. من كل الفاكتورز اللي بتاثر على الباور ديسيبيشن، مين الفاكتور الاهم اطلاقا؟ باور سبلاي، لانه الديبندنس عليه كوادراتيك. فيبقى بالتالي لما ازود الباور سبلاي الديلاي بيقل بروبورشنال، لكن الثمن اللي بدفعه هو ايه؟ باور ديسيبيشن اعلى بكتير. والجين اللي في الباور ديسيبيشن سوري الجين اللي في الديلاي، الثمن اللي بدفعه في الباور بيبقى اعلى منه كمان. فلازم نبقى حريصين، لو انا عايز استخدم السبلاي في زياده الديلاي في تحسين الديلاي، لازم ابقى حريص جدا جدا جدا. بصوا معايا على اللي مكتوب هنا ده، وانا ما شرحتش حاجه يعني، فهنضطر ان احنا نفتي كده ونشوف الفتش ده هيرسى على حاجه ولا لا. السؤال بيقول الانبوت اتغير من 0110 ل 1011، وات از ذا ديلاي ات ذا اوتبوت، ومش قايل لكم اي حاجه ثانيه. فتعالوا نفكر مع بعض. اول حاجه، ده هاي تو لو ديلاي ولا لو تو هاي ديلاي؟ فهشوف 0110 كان ايه الوضع ساعتها؟ كان ده اون اوف اوف اون، يعني الاوتبوت بكام؟ هاي، يعني في دي دي. ونتاكد من تحت اوف اون اون اوف، يبقى مفيش سكه للجراوند، يبقى الاوتبوت كان في دي دي. بعد كده 1 0 1 1 1 0، يبقى ده مش شغال، بس 1 يبقى ده موصل للجراوند، 1 يبقى مفيش سكه للسبلاي، يبقى بالتالي 0. يبقى دي تي بي هاي لو ولا تي بي لو هاي؟ هاي تو لو، صح كده؟ يبقى ده اول حاجه هتساوي 0.69. الار تو لو اللي بيشارك فيها ريزيستنس بتاعت ان موس ولا بي موس؟ ان موس، صح؟ من خلال بول داون نتورك. يبقى في ار ان هنا، مين بتاعت مين لسه هنعرف، وفي سي ال شكلها ايه لسه هنعرف.
ماشي. ار ان، مين الار ان اللي بيفضي الكاباستور بتاع ده؟ لوحده. طب ليه دول مش مشاركين معاه؟ البرانش مقفول. يبقى ار ان بتساوي كام بدلاله ار ان نوت؟ ار ان نوت على 2، الاثنين اللي هنا دي، صح كده؟ وسي ال هنروح نبص هل في حد شايفه من بره؟ مفيش. يبقى سيلف لودنج. شايف ايه من هنا؟ شايف انهي درينز؟ جنب الاوتبوت نود على طول، شايف ده وشايف ده وشايف ده. فهتبقى 4 سي دي بي نوت اللي هي بتاعت ده، زائد سي دي ان نوت اللي هي بتاعت ده، زائد 2 سي دي ان نوت اللي هي بتاعت ده. صح ولا غلط اللي احنا عملناه ده؟ صح. في اسامبشنز ولا مفيهوش؟ في. الاسامبشن الوحيده اللي عاملينها هنا هو ان احنا بنignore الكاباسيتنس بتاعت الانترنال نودز اللي هنا دي. يعني معتبرين ان الاوتبوت نود مش شايفه غير الترانزستورز اللي جنبها على طول، وده له سبب. ماشي، بس هتعرفوا يمكن في الجزء الثاني من الكورس، لان في حاجه اسمها المور تايم كونستنت بتخلي الكاباسيتنسز اللي بعيده عن الاوتبوت نود تبقى متشافه مضروبه في فاكتور صغير فاقدر اهملها. فمعنى كده انه قدرنا نكستند اللي عملناه على الانفرتر بسهوله على جيت اكبر. طيب تعالوا نشوف لو كان الترانزيشن من 0 1 1 0 الى 0 1 1 1. ها هنعمل ايه او ايه اللي هيختلف هنا؟ هي برضو هتبقى من في دي دي ل 0 فولت، بس ال 0 فولت اللي جايه دي هتبقى 0 يعني ده اوف، 1 1 1 يعني دول هم اللي شغالين. طيب يبقى تي بي هاي لو هنا هتبقى 0.69. في السي ال في حاجه تتغير فيها؟ لا، يبقى هي نفس السي ال دي مضروبه في ار، بقى هي دي اللي هتتغير. ار دي بتاعت مين؟ بتاعت البرانش ده، صح؟ طيب احنا ما خدناش غير حاجه واحده بس، ان الترانزستور اللي الدبليو ال بتاعته باكس، الريزستنس بتاعته لو هو ان موس تبقى ار ان نوت على اكس. بس دول مش ترانزستور واحد، دول ثلاثه. بس احنا قايلين انه لما يبقى عندي سيريز ترانزستورز داخل عليهم نفس الانبوت اقدر اتعامل معاهم كان هم ترانزستور واحد. الدبليو على الاقل بتاعته هي ايه؟ واحد على الدبليو على الاقل بتاع ده، زائد واحد على الدبليو على الاقل بتاع ده، وهكذا، مش كده؟ فيبقى الار هي ار ان نوت على الدبليو على الاقل بتاع ده اللي هي واحد على واحد على واحد، زائد واحد على اثنين، زائد واحد على اثنين. ماشي. طيب لو كانت من 0 1 1 0 الى 1 1 1 1 هيبقى الوضع ايه؟ نفس السي ال، لكن الار هي اللي هتتغير، وهتبقى الار بتاعت مين؟ بتاعت ده بارلل مع ده. تحسبها ازاي؟ الدبليو على الاقل اللي انت طلعتها هنا دي تجمع عليها الاثنين دي، ودي اللي تقسم عليها ار ان نوت. هيطلع الديلي في الحاله دي احسن من ده ولا اوحش منه؟ احسن اكيد، لان الريزيستنس بتاعت البرانشين دول بارلل احسن من واحد لوحده. تمام. طيب البرانش ده لوحده هيديني ديلي اكتر من دول ولا اقل من دول، ولا محتاج تحسب؟ محتاج احسب عشان الارقام مش لطيفه يعني. ماشي، بس افرض ان الوضع كان كان كده مثلا، يبقى مين اللي اوحش، البرانش ده لوحده ولا البرانش ده لوحده؟ ده لوحده. الايفكتيف دبليو على الاقل بتاعته بكام؟ بنص، وده باتنين، يبقى اكيد ده الريزيستنس بتاعته اكتر من ده، صح؟ طيب تعالوا ناخد حيره كمان اخيره، من 1 1 1 1 الى 0 0 1 1. هنا الانبوت الاوتبوت كان بكام؟ 0. وهنا الاوتبوت بكام؟ 0 اون اون اوف اوف، يبقى في دي دي، صح؟ يبقى في دي دي.
يبقى احنا مبدئيا هنا ما بنحسبش تي بي هاي لو، احنا بنحسب تي بي لو هاي. هل في حاجه في السي ال هتختلف؟ لا، هي نفس السي ال، يبقى اللي هيفرق هو ار، بس المره دي الار بتاعت مين؟ بي موس. فيبقى ار بي نوت على الار بتاعت مين بقى؟ بتاعت ال دبليو ال بتاعت مين؟ بتاعت ده سيريز مع ده، اللي هي كام؟ 4 سيريز مع 4 تديني دبليو ال افكتيف ب 2، صح؟ فيبقى على 2، صح؟ اللي هي كام لو كنت حطيت فوق ار ان نوت بدل ار بي نوت؟ ار ان نوت في 1، لان ار بي نوت بتساوي 2 ار ان نوت، فكانت هتساوي ار ان نوت. طيب لو كانت اتغيرت من 0 0 0 0 ل 0 1 0 1 الديلي هيبقى بكام؟ بضحك عليكم مش كده؟ مفيش ديلي، صح؟ الاوتبوت هنا بكام؟ في دي دي، الاوتبوت هنا بكام؟ في دي دي. مفيش اوتبوت ترانزيشن اصلا، مفيش ديلي، مش كده؟ دول حاله اتغيرت فيها الانبوت من حاجه لحاجه وفضل نفس الاوتبوت طالع، فيبقى فين الديلي اللي على الاوتبوت؟ ديلي ده معناه ترانزيشن على الاوتبوت، مفيش هنا ترانزيشن على الاوتبوت حصل. يبقى الكونكلوجن اللي نطلع بيها عشان هنكمل على الكلام ده المره الجايه، انه اللود كاباسيتنس ثابت لجميع الديلايز، لكن اللي بيفرق هو الريزيستنس. الريزيستنس ممكن يبقى ريزيستنس جايه من البول داون نتورك او جايه من البول اب نتورك. تعرف منين انت هتبص على البول داون نتورك ولا على البول اب نتورك؟ حسب هاي تو لو ولا لو تو هاي في الاوتبوت. لو هاي تو لو يبقى بول داون، لو لو تو هاي يبقى بول اب، تمام؟ طيب برضو لو انت بتبص على هاي تو لو او لو تو هاي، في كذا قيمه للريزيستنس على حسب في كام برانش اكتيفيتد، صح؟ ايه الحاله اللي بتديك البست كيس بول داون ريزيستنس وبالتالي البست كيس هاي تو لو ترانزيشن؟ اول وانز. مين اللي بيديك بست كيس في البول اب؟ اول زيروز. واحنا المره الجايه هنركز على البست كيس ولا الورست كيس؟ على الورست كيس، ولا هنعبر البست كيس ده لغايه لما نيجي نتكلم على الهولد تايم في قبل الميد تيرم على طول، لانه اللي بيعمل ديزاين المفروض يعمل ديزاين على الورست كيس. لما تدي الواحد مايكرو بروسيسور وتقول له ده شغال والكلوك بيريد بتاعته 10 مايكرو سكندز، يبقى انت قصدك ان هو في بعض الاحيان بيمشي ب 10 مايكرو سكندز لكن في احيان اخرى 12 مايكرو سكندز؟ لا، انت قصدك ان لما يشغله على 10 مايكرو سكندز دايما هيطلع الاجابه الصح. فلما يبقى ساعات بياخد 8 مايكرو سكندز عشان يخلص، فاين، هيخلص ويستناه، مش كده؟ فهو ده اللي هنشوفه، ان انا بديزاين على على الورست كيس، وبعد كده البايب لاين بتاعتي لما يحصل فيها البست كيس بيحصل حاجه اسمها بوزيتيف سلاك، ودي حاجه مش خطيره، دي حاجه كويسه. انما لو عملت العكس هيحصل حاجه اسمها نيجاتيف سلاك، ودي حاجه خطيره. فهنكمل المره الجايه ازاي نعمل سايزنج لجيت زي دي بشكل سيستماتيك.